عليكم، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. حبيت أبدأ معاكم النهاردة الحلقة بآية قرآنية لبرنامج نعم أستطيع. تعالوا نتكلم النهاردة عن رمضان ونشوف الفرق بين زمان ودلوقتي. زمان كان أخويا وأخوكي في اللي منهم بيقعد من بعد الفجر لحد الصبح بيلعب كورة، وفي اللي منهم من اللي بيقعد من بعد الفجر لحد الشروق بيقرأ قرآن، غير لمة السحور قبل الفجر، قعدة الصحاب بعد الفجر. دلوقتي عشان الحظر بقى من الساعة 9 للساعة 6 ما عادش فيه ولا مسحراتي ولا صلاة تراويح ولا أي حاجة. طب ليه؟ يعني الناس مستهترة جداً، نيجي نقول لهم البسوا كمامة، البسوا الجلافز، يعني مفيش أي حاجة. لأ الكمامة الناس هيقولوا إيه، الناس مش عارف إيه، الناس لأ ده هيقولوا أنت لابسة كده ليه، أنت مش عارف إيه. أيوة، وبعد ما يحصل ده يعني الناس هي اللي هتيجي يعني تشفيكي ولا إيه؟ مش فاهمة. لازم نحافظ على نفسنا، لازم نقوي نفسنا. خليك قد المسؤولية، حافظ على أهلك عشان نفسك، حافظ على صحابك، حافظ على الناس اللي سنها كبير اللي تقرب لك. يعني ما تستناش لا قدر الله لما يحصل لحد من قرايبك حاجة تقول اه ده حصل مش عارف ايه، لا ده ربنا يشفيهم ربنا يعافيهم. لا، هنتكلم النهاردة عن روحانيات رمضان اللي احنا ما بنقدرش نستمتع بيها. اللي احنا شهر رمضان ده بيبقى أسرع شهر بيعدي علينا، مش بنقدر نستمتع بروحانية رمضان، رغم اننا بنبقى ملهوفين عن رمضان، رغم الظروف اللي بتحصل لنا بنبقى ملهوفين. لا ده رمضان قرب، رمضان على وصول، رمضان 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 كريم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني، وعشان اقول لكم ان كل المصريين كرمة، ولا محافظه ولا اتنين ولا تلاته، لا كل المصريين كانوا يقفوا على الطريق قبل الفطار يفطروا الناس، يفطروا اللي رايح واللي جاي، كانوا كرمة فعلا. بس بسبب كورونا والناس المستهتره دي ف مفيش اي حد دلوقتي بقى كده، زمان غير دلوقتي. حال البلد اتغير 360 درجة، وزي ما قال سعد زغلول مفيش فايدة. ألو، مكالمة تلفونية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذة ندى؟ حودة. المفاجآت دي، ازيك عامل ايه؟ مبارك ايه، ما شاء الله، من تقدم لتقدم دايما ان شاء الله. وحشتوني. ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا بس عندي تعليق صغير. هو دلوقتي ما بقاش فيه روحانيات، ما بقاش فيه زي ما حضرتك قلتي، بس الفكره ان المصريين ليهم رونق، معدنهم دايما ليهم رونق. بس في رمضان بالذات رونقهم ده يعني بيوصل لاعلى مستوى، بيبداوا ان هم فعلا زي ما قلتي ما بقاش فيه مواعيد رحمن، بس بالرغم من كده بداوا ان هم يعملوا مواعيد رحمن تكوين شهر رمضان بدل مواعيد رحمن. بالظبط. يعني بالرغم من الظروف وبالرغم من التحديات اللي بتقابل المصريين دلوقتي او بتقابل العالم كله بسبب الكورونا، لا ما بنقدرش نتخلى عن عاداتنا وتقاليدنا، ما بنقدرش نتخلى عن الرحمه، ما بنقدرش نتخلى عن روحانيات رمضان. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستغل رمضان في الخير دايما، بنحاول ان احنا نبرز رونق معدننا دايما. فربنا يزيح الغمه ان شاء الله رب العالمين، ويعني نقدر ان احنا نعدي الازمه دي على خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا محمود. كنت عاوزه اكلمكم عن شخصيه حلوه قوي، جميله، بسيطه، قدرت تكافح وتعافر عشان توصل لطموحها، قدرت تحقق حلمها. شخصيه كل الناس بتحبها، مش هقول كله، في اللي بيحبه وفي اللي بيكره، بس بتحب تساعد الكل، بتحب لما حد فعلا يقول لها انا عاوز وعاوز وعاوز، بتحب تساعده، بتحب تقدره. شخصيه عاديه خالص من قريه، والشخصيه دي هي ندى بسيوني. وحابه اشكر كل اللي واقف جنبي
واشكر مهندس وليد، بجد انا من غيره ما كنتش هوصل لهنا، واشكر اهلي طبعا اللي من غيرهم ما كنتش هبقى اي حاجه من دي. واحلم، اسعى، اوصل، اكيد هتوصل. شكرا لكم، واستنونا ان شاء الله الحلقه الجايه.